انا عندي ثلاث رسائل حابب اواجههم. الرساله الاولى رساله تؤكد على الهويه المصريه للمواطن المصري من الخارج، وانا بقولها لان ده الناس دلوقتي هي رساله اذا كان حازم ابو اسماعيل امه امريكيه او غير امريكيه من تحت 6 نقط يبداوا يتكلموا عن مساله الولاء والانتماء. فانا هقول قصيده بتتكلم عن احساس المواطن المصري تهديدها لكل المواطنين المصريين او الشعب المصري في كل انحاء العالم. مساء الفل. ولما ابص على السامعين واقول للكل مساء الفل، لابد اسمع من بلد لسلام وزغلول ورقصة بنت زغطوطة وقطوطة تقوم تتلف بالفوطة وتتحزن، ولما نشوفها نتبسم ويبدأ فرحنا يعلم على وشوشنا يوشوشنا بأحلى كلام. مساء الفل على السامعين، محدش فيكم بيسمي، هقول تاني وتاني اردد الموال لحد ما تزهقوا مني، ولكن رمش ونني وحايل فيكم بالعلم لحد ما يخلص الموال. مساء الفل وكل الناس اهي منا شهود استاد عشان ما تكونوا في المنامات حلمنا بحد بيمسي ما نعرفوش. مساء الفل على الطربوش وعلى الجبده وعولاد البلد لما ما يختلفوش. مساء الفل يا عادل، مساء الفل يا محمود، ولكن تحيتك هي حكون عادل ورد البسمة بالنيبود. مساء الفل يا مقصود، مفيش مقصود، نقول مسعود ونتهنى ونتمنى تدوم الصحبة واللمة ونستنى عشان ما يفوتش على الكلمة تراب البيت ويسرق من كلامنا اتنين. مساء الفل، مساء الفل يا غالي، بلاش غالي، لا تزعل غالي وتغني، ولما الغالي بتغني محدش فيكم هيغني، هيفضل تحتها يلين لحد الصبح، وأيها صبح يطول الليل في غنوتها، نقوم نصحى بشتوتها، ما دام هنمسي على غالي، لا ليه هيعدي كالعادة ولا يطلع اليوم نهار. افضل امسي على الحاضرين ومن الجنس اللطيف ده عشان ما نحطناش حوا في خلف اليك بالقوه وتنبض فينا بالعلم. انا شايف مفيش راجل ما هوش شايف ولا خايف، لا يوم انسى واتمسى بعمنا ادم المظلوم واسيب حوا عشان حوا همسي كمان. مساء الكل يا رب يا ست حياه، ومش هنسى كمان عايزه ونور ونجاة، وهستنى عشان امسي على زوجي وست امان وفوقيه وبدريه ودريه بخفه دم مصريه قالوا لي عليها بالامثال. مساء الفل، فل يا مصريه من دمي ومعرفكيش، ما تتخضيش انا اصلي اللي جاي ماليش، تقولي تقومي تقولي بمسي اروح بحشيش، وصلي بسامي يا براد يعني. وان انا قالت لو ما مسكتش بلاش ترجع، لو اقوم احمل الصابون واطلع اجيب اكياس وهستنى الناس انا بغير العمر، واجيب لك زهره رباني وورده شطاني مزروعه في حوض المر عشان ما تمر على الدنيا وتتمسك تلاقي ملاك قدامك شيطان قاسي لا يعرف في السطور رحمه ولا يبخل بكلفه من الاكياس. مساء الكل مهموسه بحب الناس ومنقوشه على الفراغ، شفت تملي بالاحساس في عين عربيه بتمسي تحس بروحها مصريه، تشوفها تقول دي سوريه، اغمى عينيا واتصور الاقيها طيور صاحيه ما بتنامش تلف بلادنا سواحه، بكل لسان ما بتهملش تقول شاميه لماعه، تقول حلبيه مداحه، تقول سعوديه ما بهمش، خليط وطني منورنا ما يقدرش يهز علينا او يمشي ولا يقولش. مساء الفل، مساء الفل يا صابر، وصبرهم لغايه لما السلام يخلص، وحتى لما السلام يخلص هقول تاني مساء الفل، وقررت وادقها وادوقها وادوقها بطوق من فل، وابعتها للمكان اللي ما يرساها في اخر الحوده مرساها، وعلى شط القمر تكبر وتنقاها رساله حب كم
مكان من العتب لرؤوس مصر في المنيا ومن شبرا لحد كومونج في اسوان. هقول تاني مساء الفل عشان ما احس بالمصريه في دمي واشيل همي واقول الصبح واقوم الصبح واسمي واغسل من عيني مين وافكر من ينابيعه شهاده جيل على عصري واقول للناس انا مصري بعيش واصبر على قهري والافتلات ولما اتكلت من الغربه اقوم اهرب ازاز قلبي واشيل اغراضي من غربي واخوف سيواح على كل البيوت اسال واتنقص محدش جاي من بره محدش جاي من بره الاقيكوا شفايف همس لا بتكتب ولا بتقرا تدلل بس مساء الفل. الرسالة الثانية موجهة من الشهداء إلى مصر. سيدي لا تنتظريني فأنا مطلوب جدا في معتقل الموت. وصلتني في الأول مرتين سأرد عليها وأجيب على ملك الموت بلغة الصمت وأتحدى كل الأفاقين الأحياء الجبناء. سأقول لهم وبملء الفم الصامت أني قد غادرت الدنيا وبسطت عصارة عمري فوق الأرض وسمحت لنفسي أن أتحلل من أنسجة الدينية وأفكار دينية وغير دينية. سأقول لهم أيضا أني قد أترك في ذكراك كلاما مرا عذبا رقراقا فكا مسحوقا اسفل اقدام السوق وتحت سراويل العشق لامراه جرميه. ساقول لهم ولكل الافاقين الاحياء الجبناء اني قد اترك في دنياي صبيا يمضي وامراه تبكي وخلاصه عمر المنكي في اصقاع مدينتنا السحريه. ساقول لهم اني قد حاولت كثيرا جدا واني قد ناضرت كثيرا جدا ورشقت البوق الثوري في عروة خاطرتي ورشقت الأمل المزروع بناصيتي وتمنطقت بسيف الحق ومضيت أدق على الوطن المقطوع ألغام الصدق وبارزت العالم. كانت غزواتي بصوتك مبهرة في الصمت فترتك صامتة عابسة يائسة مقهورة في الصمت وسحبت الرايات البيضاء لأكفف عرقي ورفعت الرايات الحمراء ومضيت لحكي اتنقل في ارض بلادي اتناول زاد خمرا مصنوعا من عرق الصبر وخبزا مدحونا من ارقه الوادي واملا لا يتبدد يرتدي من نور الجنه. وحين وصلت الى مثواي عادت كل الارض وبقيت انا وحدي علما منسيا في ارض مدينتكم لا يتذكرني الا كلب الجيران. الرسالة الثالثة والأخيرة هي رسالة من أحد ميادين في مصر وهو ميدان الأربعين الذي انتعشت منه روح الثورة المصرية. الميدان جاهز على طول الطريق من ميدان الشط والحد الغريب والزمن يلف بينا بالمثلث الغريب كله على ساعتك تشوف الذكريات والحياه وهي الممات والزمن يفض بنعله على الصديق قبل القريب والشوارع كلها لبس التباس الثوره مشتاقه للكفاح والاهالي مش اهالي دول جنود ماشيين على حس الصمود من غير سلاح والمؤذن عم حافظ لسه حافظ دوره في زمن المقاومه قام على المبنى واذن حي على الفلاح وملاقيين الناس بتهتف من وراه حي على الفلاح حي على الفلاح. الوشوش كانت الملامح مصروية مستحيل كانت مستحيل هتحس فيها بالروية ولا حتى طائفية. عم مرقص ماشي ومحمد معاه والأدام عم حافظ مش أدام كان ما بين العصر وبين المغربية
بس في حبة إيمان يجمع القس في كنيسته ويا شيخ، والجوامع تتفتح ويا الكنائس للمقاومة. مش حكاية بتتبني على دين وملة وإبكي مسلم ولا سيف. أصل على مر التاريخ الحكاية كلها أرض المقاومة، مستحيل يختلف فيها المواطن حتى لو من أي دين. والتراب اللي اتولدنا وعشنا فيه مش هيفرق بين ولادنا الطيبين المخلصين في المدامك والسنين والمشاعر والأنين والأذان من عم حافظ للطقوس، أصله في هذه النفوس. بس ليه لما بيهدوا النصوص يجري حافظ لك ما يطيب فانوس؟ السوانسه كالتوانسه، بس ليهم اقدميه في النظام، هم اللي كانوا بيحرسوا امن القناه، والمحافظه كلها كانت بتحرس امنها باسم السويس من عداء او قبلها لحد الهويس. يبقى ليه الثوره ما تهمش هناك؟ كنت عارف انكم اعظم رجال يا رجال الاربعين، كنت عارف ان نار الثوره لازم تشتعل من اربعين. قول امين. عم حافظ السوائف على القناه، السويسه التوانسه، بس ليهم اهميه في النضال. قول امين. اصل كل المؤمنين عايشين على كلمه امين. كل الميادين المصريه دون استثناء كانت اثناء الثوره مقبوله للبشر وبافراد الشعب الغاضب من مختلف طوائفه وطبقاته، ولم يكن ذلك الا تعبيرا عن الفساد الذي استبحر في البلاد واصرارا على الخلاص منه. بيننا علامه بارزه وضيف عزيز، انت شلفت الثوره ومعه مبدع الجراح الذي لا يفارقه ليكون معبرا عنها، حاميا لمجازاته، كاشفا للسخريه والمكاهه والتنكر السياسي مواطن العيوب والتصدع. وكان قد تم انتقاله من بين الحشود والزحام في الميادين والشوارع، ومن بين تظاهرات البشر ولقاءاتهم وصراخهم الغاضب، لكي ينظم حركة المرور لسير المعارضة المتدفق دون تنظيم ضد الأنظمة التي لم يتغير عمرها مع الثورة ولم تتغير أهدافها، بل ظلت معادية لكل تغيير ولكل ما يهدو لظهور مصر جديدة حرة واعية. اتخذ باسم يوسف ركنا صغيرا جدا ليزاحم به استوديو صديقه اللدود يسري الفول، لكن هذا الركن الصغير كبر وارتفع حتى طغى على استوديو الفول على حسب قول باسم يوسف وخفة حضرته. ولم يعد علينا جميعا خافيا ان هذا الاستوديو قد اصبح الان ميدانا عاما للميادين السخريه والابداع والتظاهر الساخر الجاد الذي يكتشف العيوب ويعاني سوءات لنظام اعتاد ان يعتمد في قمعه على معنى الشرف الذي نحترمه ونجده كثيرا، وعلى فكره الاساءه من خلال سحب المراه وكشف عذرياتها والاستهانه بشباب الثوره والقائهم في المعتقلات ومحاكمتهم عسكريا. وقد اعتمد هذا النظام ايضا على مجموعه من المرتفعين واصحاب المصالح والانتهاكيين الذين لا يحكمهم الانتماء والولاء للوطن بل المصلحه الخاصه لا غير. فاسمحوا لي نيابه عنكم جميعا ان نرحب بالدكتور باسم بيننا وان نشد على يديه لكي يستمر رغم العوائق التي تصنع امامه وامام برنامجه برنامج البرنامج. Yeah.
الورش والسجون النهارده والصبحيه من كل شيء. سواء عن احوالهم او انفسهم، لكنهم يقتربوا من المراعين بشكل مباشر. وآلي هوازة ان نتحرر من الخطوط الحمراء والنقاط المحظوره ونمارس حريتنا في النقل الساخن بشكل مبتكر. مبتكر. فنرجوك يا ياسين وهذا الكلام على عبدتك وان تصاحبه ان يتسع صدر كلامنا والا تغلق الباب في قلوبنا حتى لا نساهم في ضغط طماعين ونؤكد ونشتد على تقديرنا واحترامنا لك ولكل ما تقدمه. وان كان هذا الكلام الذي تقوله يواجه بشراسه من فراعنه الذين بداوا الخروج من القمقم ليرمقوا للبلد كل السهر العلمانيه والحكايات الليبراليه في مواجهه التيارات الاسلاميه المتشدده. فالاقوال التي باع وصيه العزيز السافر العظيم جلال عامر رحمه الله الذي فعليك الاتصال بالسلم لكي يجيبك على هذا السؤال. ولا تنسى انه قد نصح المصريين بالوقوف في طابور الافران بصفتهم الاشهر بين الشعوب التي تحترق وهي واقفه. ونحن ايها السيدات والساده واقفون لاننا عاقلون عن العمل. فالرجل عاقل والمراه عاقله والشباب عاقل عيط والاطفال يعيطون. هذا الاخنصير اللعين وحده ليس عاقلا ولا يحق لاحد لا الشيخ والعسكري ان يقود هذا المسار. حظايات الساده في رياض بحر في رياض كالعاده وبلاد الباسم وفضحت اللي بلوت الروح. يا ابني مش عايز اقولها واضطر القلب المجروح وتشيل القهر الذل عن الصوت المفتوح فيلعلع مطلع من هو. Thank you.